بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 1-0، توقعاتكم إيه لمباراة العودة إن شاء الله؟ وفي رأيكم هل اللاعب وليد سليماني يشارك من البداية بما إن هو من اللاعبين الخبرة اللي كعبهم دايماً عالي على الترجي، ولا يكون كورقة احتياطية بديلة يستخدمها الأهلي في أي وقت؟ بعد ما الأهلي قدر يفوز على الترجي في مباراة الذهاب 1-0، توقعاتك إيه بقى لمباراة العودة إن شاء الله؟ لا أكيد يعني خلاص الصعب عد، إن شاء الله الأهلي هيكسب بإذن الله. لا ان شاء الله لا هيكسب نتيجه 2-0، واللي هيجيب الاهداف ان شاء الله محمد شريف وصلاح محسن ده هيلعب. لا ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله في اللقاء اللي جاي يوم السبت ان شاء الله، ويؤدي مباراه كويسه والنتيجه تبقى لصالحنا ان شاء الله ونوصل للفاينل باذن الله. هي طبعا مباراه هتبقى صعبه جدا، بس لازم الاهلي يبقى نازل ومركز جدا، يعني ان شاء الله نكسب وهيكون نتيجه كويسه جدا. توقعاتي الصراحه ان اصلا الترجي يعني انا شايف من اول البطوله اللي هو يعني فريق مش جامد يعني الصراحه، والزمالك كان ممكن يكسبه رايح جاي، بس طبعا في ظروف حصلت عشان انا زملكاوي يعني وكده، بس انا توقعت الاهلي هيكسب هنا برضه. الاهلي هيكسب، الاهلي لو يعني الاهلي بنسبه كبيره قوي بنسبه 90-80% ياخد البطوله في مباراه العوده ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي، الاهلي فوق الجميع، خلي بالك هيلعب قفشي، هيلعب كهربي، والاهلي حاضر متحضر، والباشمهندس محمود الخطيب راح لهم النهارده وشد بأزرهم، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي كسبان 2-0، وانا بقول لك اهوت وانا بسجل معاك هنا من قدام دار الهلال 2-0. طيب. وجابيني بعد كده وقول لي يا عم الحاج انت قلت 2-0. رايك وليد سليماني يشارك من البدايه، ولا بما ان هو كعبه دايما عالي على الترجي، ولا دايما يبقى ان هو على الدكه ورقه رقم؟ انا متهيألي ان هو مش هيلاعبه في اول، ممكن لو احتاجه ينزله، لان هو الماتش خلاص بقى يعني الموضوع بقى سهل، يعني ان انت كسبان هناك صعب ان الاهلي يتغلب هنا. لا صعب صعب، لا ما ينفعش يبدا، لان هو كبير في السن فمش هيقدر يكمل 90 دقيقه. براين ممكن ينزل في الدقيقه 60 مثلا او 70. والله وليد سليمان لعيب مهاري جامد جدا جدا، فان شاء الله باذن الله لو قعد برضك في الشوط الثاني ونشوف التغيرات هتبقى ايه، وان شاء الله هيدي احسن من في الشوط الثاني باذن الله. وليد سليمان خبره جدا، ولو نزل ممكن الماتش، وهو في نقطه ميزه جميله جدا، هو بيحفز اللعيبه، لو نزل ممكن يقدر يعمل حاجه كويسه جدا للاهلي ويخلينا نصعد ان شاء الله. وانا شايف طبعا وليد سليمان ده لعيب مؤثر جدا، بس انا شايف ان هو هياخد في الشوط الثاني في الدقيقه 60 ولا حاجه، لو الماتش مع عقرب يعني او كده عنده حلول يعني وبيخلص، فانا شايف وليد سليمان بس ما يبداش، لا 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 شايف يلعب احتياطي هيبقى افيد يعني. هو ورقه بديله، هو ورقه بديله، ورقه بديله ليه في الشوط الثاني، يقدر يغير في الشوط الثاني في اخر 10 دقائق كده ربع ساعه ممكن ينزل وليد.